طيب انستو شرفت يا بهوات، انستو شرفت. استاذن احنا. اتفضل. الف سلامه. الف سلامه يا باشا. الف سلامه يا بهوات. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. نورتوا انستو وشرفتوا. لا تخافش ما تخافش. هاي هاي لازم. ولا اجدع ممثل. بجد؟ ما هو ما هو كله بنفسكم يا باشا. بقولك ايه؟ تحت امرك يا باشا. لازم نراقب تحركاتهم كويس قوي من اول ما يستلموا البضاعه، ولازم نعرف كمان هنقلوها ازاي. انا عايزك تطمن، انا عامل كل ترتيباتي كويس. كويس. اول ما تصحى الصبح احجز لي على اول طياره. طب ما انزل معاك بقى، انا خلاص ما بقاليش لازمه هنا دلوقتي. يا عم تنزل ايه؟ انت ناسي امل ولا ايه؟ صح صح. يبقوا انزلوا انتوا الاثنين مع بعض في طياره بالليل. ماشي. بس بقول لك ايه؟ اول ما تنزل تجهز للراجل فلوسه. ده راجل نيتن ما يعرفش ابوه في الفلوس، يعني لو لقى حد غيرنا هيقول لنا اللي سبق كان النبأ. يا عم دول مليون دولار عمي، ده انا هلمهم له كده في خمس دقايق. يلا تصبح على خير. هنشوفك امس يا زعيم. سلام. صباح الخير. وحشتني. اهلا 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 الحمد لله على السلامه. وحشتني قوي 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 قوي. انت كمان وحشتني قوي. قولي لي انبسطتي جدا؟ ما عندكش فكره. اعملي حسابي من هنا ورايح مش هنسافر الا مع بعض. انا خلاص ما بقتش اقدر استغنى عنك. وانا كمان ما بقتش قادر استغنى عنك خالص. مش هسافر الا معاك. قولي لي الكلام ده من قلبك؟ انت عارف انا ما بعرفش اقول اللي في قلبي. ممكن ارد على التليفون؟ رد على التليفون. ما ردتش ليه؟ مكالمه ملهاش اي قيمه. هتعطلني ان انا اسمع الكلام الحلو اللي انت بتقوليه ده. يعني لو المكالمه دي مهمه كنت سبتها واهتميت بكلامي. انت عارفه كويس ان كلامك عندي اغلى من اي حاجه تانية. ايه يا عم طلبتك؟ يعني قفلت السكه وما ردتش عليا؟ ايه انت كنت في اجتماع ولا ايه؟ لا اصلي ما كنتش لوحدي. خليك معايا دقيقه. محسن اطلع هات القلم بتاعي، نسيته على مكتبي. حاضر يا فندم. ايوه ودي. لا ابدا اصلي كنت بوزع السواق. اسمع انا رايح ادبر لك الفلوس اهو. لا انا مش هسحب حاجه من البنك عشان القلق. انا اتعرفت على واحد عنده محل صرافه هيديني بسعر كويس. المهم انت تسافر النهارده بالليل، واول ما توصل تتصل بعامر عشان تلحق تشاور البضاعه وتنقلها. ايوه ايوه يا وجدي. لا 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 القلم مش موجود فوق ساعات. خليك معايا دي. طب خلاص مش مهم. يلا 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 بينا. انا دورت عليه انا ومدام امل وما لقيناهوش. طب يلا يلا مش مهم. حاضر يا فندم. خلاص يا وجدي انا هبكلمك بعدين. مع السلامه. ابو سليم فلوسك تمام؟ كله تمام يا سعادة الباشا. وانتوا لا مؤاخذه هتنقلوا ازاي؟ مش فاهم قصدك ايه. قصدي يعني هتنقلوا في القطر ولا في عربيه ولا في اتوبيس؟ انا وجهه نظري تنقلوا في القطر احسن. مش معنى القطر بس لا مؤاخذه، يعني البوليس عامل نقط تفتيش كتير قوي على المنافذ. ربنا يستر. برضه القطر اصل بعيد عنك في هنا ضابط مباحث. يا باي يا باي مش معقول. ضابط مباحث؟ قصدك حمدي محروس؟ الله انت تعرفه سعاده الباشا؟ يعني اسمع عنه بس. ده بيقولوا ده رخم قوي. رخم قوي؟ يا ساتر يا رب، ده واخد توكيل الرخامه.
الحقنا يا ريس، في لانش بوليس جاي ورانا. انت عارف المنطقه اللي انت موجود فيها دلوقتي؟ مش هاون البضاعه كويس، خلاص ارميها في الميه. اسمع اللي بقول لك عليه يا وجدي، ارمي البضاعه في الميه وحدد مكانها وبعدين نبقى نطلعها. يلا يا وجدي بسرعه. انا عايز اقعد لوحدي شويه، مش عايز ازعاج ولا عايز تليفونات، ويا ريت كمان لو تلغي كل المواعيد اللي عندي النهارده. اتفضلوا يا باشوات، مركب قدامكم. دول مجموعة الخواجات صحابي. ها، تحبوا تشوفوا ايه تاني؟